السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد صغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. في الفيديو هذا أو في الحلقة هذه بنتكلم عن التدوين الليبي والويب الويبي ويعني النت الليبي بصفة عامة. فهل يوجد تدوين ليبي وهل يوجد مدونات ليبية وكم عدد المدونات اللي في ليبيا وكم عدد المدونات التقنية بصفة خاصة؟ المدونات التقنية يعني بالكثير 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 كان أكثرنا عددهم 10 مدونات، هذا إذا حسبنا كل المدونات، حتى المدونة مثلا دير مدونة وتفوت هيك بعد تدونش فيها ولا تدوينة، المهم درت مدونة حتى هي بنحسبوها نقول 10 مدونات. المدونات اللي فيها مواضيع واللي فيها هيك مرحلة الابتداء كيف بدت قول 2-3 مدونات. المدونات اللي فاتت مرحلة تطور شوي شوي توسع في كافة الوطن العربي ومكانها هي في ليبيا زي مدونة العالم الافتراضي قول مدونة واحدة أو مدونتين. القنوات في اليوتيوب تم في قناة شني مستقبلك، ما عندكش مستقبل، ما تجيش المجال هذا، شوف حاجة ثانية، شوف حاجة سياسية، حاجة يعني في مجال كوميدي. وهذا المنتشر بكثرة يعني أشياء ساذجة في الانترنت، أكثر شيء منتشر هو الفيديوهات الكوميدية أو الضحكة. مش لازم تكون ضحكة، دير روحك تضحك، أنت مش لازم يكون ضحك، دير روحك تضحك ها 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 وينشروك، كيف شوف كيف يقوموها بيك وينقلوك ويجيبوك في التلفزيون وتنتشر في الفيسبوك. لكن حط حاجة تقنية، حط حاجة فيها فايدة، مش بشرط تقنية، هي هذا مجال أنت متحباه شوف مجال ثاني، المهم يكون فيه فايدة ويكون فيه عطاء ويكون تجربة جديدة في ليبيا. مش حيهتم بيك حد ومش حي يعني يدورك حد وبتهمش، وفي النهاية بتوقف ومش حتستمر في التدوين ومش حتستمر كذلك في التصوير. فأول أسباب زي ما قلت لكم إن قلة السكان والتهميش اللي يتعرضوا له بأن تجربة جديدة ويعني وشيء هذا يعني خطير، لأن في نفس الوقت إنه بيكون عندك شك في نفسك في داخلك في هذا المجال، بتكون مش واثق فيه يعني تبتعد عنه. ثالث شيء قلة التشجيع من الدولة، أغلب البلدان العربية فيه جائزة أفضل مدون ليبي، جائزة أفضل بودكاستر، جائزة أفضل شخصية في الويب زي المغرب زي تونس. شيء هذا خلى المدونات في تلك البلدان وفي أغلب البلدان اللي فيها جوائز وفيها اهتمام تكتر. يعني زي ما نقول يعني نتحدث على سبيل المثال في دولة عربية أخرى تجد عدد المدونات كبير وكبير جدا، وأغلبها يعني يكون 50% أو يعني 3/4 تلك المدونات مدونات ناجحة، مدونات يعني فاتت مرحلة الابتداء، فاتت مرحلة الإنشاء. لكن هنا لا فيه جائزة مدون أفضل مدون ليبي، لا فيه جائزة أفضل بودكاستر، لا فيه اهتمام برا دير مدونة تقنية ومش حيهتم بيك حد وتعرض لتهميش وبتوقف بعد فترة قصيرة. لكن موضوع هذا مش حنسكت عليه، لازم يكون فيه يعني اهتمام من الدولة، لازم يتم إنشاء جائزة أفضل مدون ليبي. يعني شو الفرق بينه وبين دول العربية الثانية؟ ما فيش فرق، شو ناقصنا هنا؟ لازم يديروا جائزة أفضل مدون ليبي، لازم يديروا يعني ليبيان أورد ويب أو ليبيان ويب أوردز أو يعني شيء يكون مخصص للويب والويب الليبي. يعني صعوبة جدا يعني أنا وباقي المدونين هنا في ليبيا، أصعب 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 مجال اخترناه هو التقنية. يعني صعب أنك تدير مدونة تقنية وصعب أنها تنجح هنا في ليبيا. أول أسباب يعني زي ما قلت لكم الأسباب اللي ذكرتها، وثاني شيء أن أضعف إنترنت هنا موجود في ليبيا وأغلى إنترنت. شوف يعني 15 جيجا في الشهر، بس 15 جيجا 30 دينار، أنت بتصور حلقة بتصور حلقتين بتدير بث مباشر بالدراسة موضوع شوية كيف يتموا هالجيجات هما وبتقعمس، خاصة كان النت مش مخصص لي مخصص لي كامل العائلة أو كامل البيت، فأنت مش حيكون عطائك جيد، مش حتستمر،
بتتعرض للتهميش شويه وبتتم لان لا يوجد تشجيع. ولكن اذا كانت هناك جائزه افضل مدون انت بيكون يعني عندك هدف وعندك طموح مبدئيا، يعني الهدف الاول انك تاخذ هذه الجائزه بعدين تستمر. ففي حال انت كانت المدونات شويه هنا وداروا هذه الجائزة حتكتر هذه المدونات، بيشوف الشخص هذا اختار مجال وانت بنفس يعني شيء تحب المجال هذا وتشوف هذا ده المدونة اخذ الجائزة هذه هي نخش فيها بالك تشد العام اللي بعده، يخذها شخص مختلف شخص ثاني يخش شخص ثاني يخش شخص ثالث لين تكتر ويعني يتوسع المجال هذا في ليبيا ويكون عنده يعني سمعة جيدة ويكون المحتوى يضيف محتوى جيد إلى المحتوى العربي ويكون يعني اسم المدونين الليبيين موجود في الويب العربي وفي المحتوى التقني العربي. ولكن المشكلة لا توجد اهتمام أبدا، أنت وين جائزة أفضل مدون ليبي؟ وين جائزة؟ ما فيش شيء 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 شيء. بدير مدونة بتستمر شوية وبتوقف، لكن بعون الله مستمرين أنا وكان فيه مدونات ليبية نشجع كل الشباب الليبيين اللي عندهم هوس بالتقنية ومهوسين بالتكنولوجيا ويعني عند المعرفة وعند العلم وعند القدرة إن يدير مدونة، فلا بأس بذلك دير مدونة بشفتر المدونات وتشوف الدولة إن المجال هذا أصبح يعني يكبر شوي شوية ودير لك جائزة أفضل مدون، دير لك يعني ليبيان ويب أوردز أو يعني أي شيء مسمى، المهم يكون اهتمام بهذا المجال. نشوف القنوات الليبية لكثرتها، يعني فيه قريب 30 ولا 40 قناة وكل شيء فيه شدتها سياسة، هذا ينحاز للطرف هذا وهذا ينحاز للطرف هذا واتصالات وعراك وكان كثر ولا حاجة يجيب لك فيديو كوميديك من اليوتيوب، وهذا هو ما فيش اهتمام بالمجال هذا. وحتى كانوا بيستضيفوا شباب وكأنهم ويقولون بأنهم يدعمون الشباب ويدعمون المواهب، يجيب لك واحد مدير فيديو كوميدي ومدير ضحك زعمته وهو ما فيش من أبرد منه وما فيش من أتفه منه وموضوع ما يستاهلش أنك حتى تقيمها به لأنه موضوع تافه في النهاية، مع احترامي لكل الأشخاص الكوميديين هنا في ليبيا و يصوروا فيديوهات ويديروا فيديوهات فكاهية. فأتمنى يعني أتمنى الفيديو هذا يوصل للدولة ويوصل للأشخاص نقول وزارة الثقافة والإعلام بالك يدرون حاجة. فأتمنى توصيل هذا الفيديو وأتمنى أن كل الشباب الليبيين يديروا مدونات حتى تكثر المدونات ونشوف المجال هذا أن نقامت به وبعد ذلك تهتم به الدولة تهتم بهذه الأشخاص. يوجد كثير من الكلام اللي أستطيع التعبير عنه ويوجد كثير من النقاط التي لم أذكرها في يعني في التدوين الليبي، وكما لاحظت من عنوان مستقبل التدوين الليبي ففي الإجابة المختصرة في نهاية الفيديو يقول لك إذا كان أو ظل هذا الحال زي ما تشوفوا فيه توه ما فيش لازاي طفل المدون في حتى حاجة، صعب 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 جدا أن يكون عندك مستقبل كمدون ليبي. ولكن الكلام هذا مش نحطمك به، مش يعني نقول لك وقف ولا حاجة، بالعكس استمر حتى تشوف الدولة أن فيه توسع وفيه يعني انتشار في هذا المجال. وحتى كان ما اهتمتش بك الدولة كان أنت عندك حلم ممكن تطلع فوق وتفوت يعني مستوى الدولة وتشوف الدول العربية كاملة، مثلا مش شرط تكون أفضل مدون ليبي، مرة تكون أفضل مدون عربي. لهذا أتمنى من الدولة الاهتمام بهذا المجال وكذلك إنشاء بعض الجوائز و إعطاء بعض الاهتمام لهذا المجال. كان معكم محمد صغير، يمكنكم متابعتي على القناة ومدونة العالم الافتراضي thshreevw.com، مدونة مختصة في جميع ما يخص التقنية من أبل وأندرويد وويندوز ولينكس كذلك وجميع المجالات التقنية من أخبار ومقالات وحلقات أتحدث فيها عن المعلوماتية وعن التقنية. يمكنك كذلك إذا كان لديك استفسار أو مشكلة تقنية متابعتي على البث المباشر كل أحد وثلاثاء وخميس الساعة 8:00 بتوقيت ليبيا، 6:00 بتوقيت غرينتش على الرابط thshreevw.com/live تجده في المدونة أيقونة البث المباشر في الأعلى. غير ذلك أضرب لك موعد في حلقة قادمة. إلى اللقاء.